السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في احسن احوالكم. فكما كتشوفوا معايا اليوم فيديو جديد على القناه. اليوم غنشوفوا اخر ما كاين في الديكورات المنزليه. فكما كتعرفوا كل سنه كيكونوا ديكورات منزليه جديده، ولكن حنا دائما كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي حنا مرتاحين فيها. فهاد الفيديو هذا غادي نتعرفوا على جديد ديكورات 2023. فلهذا كملوا معايا الفيديو حتى الاخير هكا باش تستافدوا اكثر. كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا درجه ديال الالوان ديال اللون الخشبي. وهنا غنتعرفوا على الخشب البلاستيكي اللي كنستعملوه في الديكورات المنزليه. فهنا الخشب البلاستيكي فهو احسن من الخشب العادي. فكما كتعرفوا الخشب العادي راه كيمتص الماء، وبعض المرات فاش كيقدام كيكون فيه دوك الحشرات الصغار. هذا اللي راه مخلط مع البلاستيك، ومع ذلك هو احسن من الخشب الاخر العادي. هو كيقاوم الماء، وكما كتعرفوا الديكور ديالو كيخليه بانكم ديروا فيه ليليد، يعني كما كتشوفوا هنا معايا في الصوره. هنا الصورة كتقربكم كتر هنا الخشب البلاستيكي. وهنايا كما كتشوفوا معايا هنايا فين كنستعملوا. فكما كتشوفوا معايا هنايا الخطوط هادو على طول كيبينوا لينا الطول ديال طول بحال هكا ديال الدار، كيبينوها راه طويله. فإلا كانوا الخطوط على العرض كيبينوها عريضه، كيعطونا العرض. ونقدروا نستعملوه في المدخل كذلك ديال البيوت. فهنا كما كتشوفوا معايا هنايا، وهنا نقدروا نستعملوه في حدا التلفازه كذلك، فهو كيعطينا الطول لهذيك المساحه. وكذلك اللي دار جات السنه هذه هو الرخام، يعني كان لو كياخذوا الرخام كناخذوه كيديروه في الديكورات المنزليه كذلك. فهو كيعطي واحد الجماليه للحائط كما كتشوفوه معايا. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر كاع الديكورات تقريبا اللي كاينين واللي جداد بالنسبه للرخام اللي كيتستعمل دابا حاليا في الديكورات المنزليه. فكنتمنى يعجبكم فيديو. فإلا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. ما تنساوش البنات لي لايك، ديروا لي لايك هكا باش تشجعوا القناه. وكذلك بالنسبه للحمامات فهو كنستعملوا فيها الرخام. هذا الرخام هذا اللي متميز به هذا الرخام هذا بانه غليظ، هو السمك ديالو غليظ كما كتشوفوا معايا هنايا. فهاد لا فيديو هذا كيعطيكم واحد الفكره على اللي دارج هذا العام هذا بالنسبة للديكورات المنزلية. فكما تشوفوا معايا هنا في الكوزينة كذلك. وهنا بالنسبة للإضاءة كذلك، فاحنا خصنا نعرفوا كيفاش نختاروا الإضاءة، وإن بلاصة اللي خصنا نديروا فيها الإضاءة اللي هي مجهدة والإضاءة اللي هي خفيفة، وعلى حسب اللون كذلك خصنا نردوا البال كذلك اللون ديال البلاصة اللي غنديرو فيها الإضاءة باش نعرف واش من الإضاءة غنديرو فيها. وكذلك نقدروا نديرو الديكورات المنزلية بالنسبة للورق الحائط. وهنا هنا بعض المعلومات على الورق الحائط. فإلا كانوا فيه الخطوط على طول فهو كيعطينا واحد الطول ديك المساحة، ولا كانوا فيه الخطوط على العرض بالعرض
راه كيعطينا ديك المساحه، كيعطينا العرض لهذيك المساحه، كيخليها تبان لينا عريضه وواسعه، فلهذا خاصنا نردوا البال. وبالنسبه للالوان كذلك، الا بغينا نختاروا واحد الكاردو البال كذلك بالنسبه للون، فإلا كان عندنا شي لون داك الاسباس اللي غناخذوا ليه الورق الحائط، خاصنا ناخذوا درجات لداك اللون اللي عندنا، ماشي ناخذوا واحد اللون في جهه ولون اخر في جهه. خاصنا هنا نردوا البال كذلك الزواقه اللي كاينه لينا في ورق الحائط، واش هي عامره ولا خاويه، خاصنا نردوا ليها كاع البال. ونمشيو كذلك لاخر مكان في الديكورات المنزليه، فهنايا فهنا المدرجات الالوان اللي كانوا في ايام زمان ديال جدودنا بالنسبه للجاز. فهنا كما كتشوفوا معايا الكيسان بالالوان اللي هي هلو الخضار الحمار الصفر، وهنا خداو وداروا الديكورات ديال المنزل بالزاج الملون. فهنا كما كتشوفوا معايا بعض الديكورات اللي هي انيقه، اللي هي تجي في الصالونات في لي سيجور ديالنا، كما كتشوفوها معايا فهي غزاله واللوينات هما غزالين ما شاء الله. شوفوا معايا هنايا بعض الديكورات هادو، وفي هاد لا فيديو هذا راه كتشوفوا معايا اخر مكان ديكورات المنزليه. ما كتشوفوا معايا هنايا الطبيله بالشكل ديال الرخام وبالفاز حتى هو ملون. وهنايا نمشيو لهاد الكنابي هذا حتى هو اللي دارج هاد السنه هادي، كما كتشوفوا معايا بواحد الشكل اللي هو انيق رائع. هنايا الصوره هنا كتقربكم اكثر اللي كاين في اللي دارج هاد السنه هادي في لي كنابي كذلك. فهاد فهنايا في هاد الصوره هادي تقريبا كتجمع كاع الديكورات المنزليه اللي دارجه هاد السنه هادي، لا بالنسبه للكنابي ولا بالنسبه للشكل ديال الرخام وكذلك اللون الخشبي اللي تستعمل في الطبيله. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه.